مرحبا شارلوت. مرحبتين. يرضى عليكي، انا بالبيت ما شربت القهوه تبعي، عملي لي قهوه. امن عيوني. بس يعني شو الجديد؟ ما طول عمرك بتجي بتشربها هون، ما بتشربها بالبيت؟ لك لا، بس يعني لاني كنت عم فكر انه ما بصير اشرب قهوتي قبل ما اطلع على شغلي. بلا لازم. لك شو بدي اقول لك لعندك؟ اخ ما عم بشربها بالبيت، اثبتني الوحده، من الوحده، لاني وحداني. فهمت عليك، يعني انت عم بتفكر هلا انك تبطل وحداني صح؟ اخ والله معك حق. والله الوحده الله لا يدوق لحدا، الله لا يدوق اي حدا لها يا شارلوت. امين يا رب. مرحبا صهر. لك لسه ما صرت صهرك ولك مسطول يا عم. روق عم بفكر بعده. روق عم بفكر ايه اللي بالاول، كسرت السفره ولا ما كسرتها وبعدين رجع فكي؟ لا والله لساني على لحم بطني، لسه ما كسرت السفره. حلو قمط اللوز. بتقول لك اختي منيره فرفش معنا، ايه عم تجهز لك سفره عشان تكسرها. يا سلام، والله ما في مني هالمنيرة. افرح يا قلبي افرح. رجع فكر. رح افكر. احلى سهر. لك صعب بدي اسالك، وين ابو برومي؟ تعرف